السلام عليكم حبيبتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ عواش مبروكه. اليوم تنتواجدوا عند امي طامو اللي عاد توجد لنا واحد لي غاليط يجوا لذاد وغزالين، ونتمنى انكم تجربوهم. السلام عليكم امي طامو. السلام. شنو هما؟ الله يبارك فيك، ربي يخليك امي طامو. الله يبارك فيك. عطيتيني المقادير يعني لهاد لي غاليط، شنو عاد تحتاجي؟ بسم الله. غنحتاج ربع البيضات، اييه، كبيسة الملحة، كاس ونص ديال العنب ديال الزيت، اييه، جوج معالق ديال العسل كبار كبار، كاس ونص ديال السنيدة، جوج الخمارات، جوج فاني، كيلو ديال الفورس. شفت هنا واحد البيضة واحد نسكافي، اييه، بيضة ونسكافي تزين تزين، اييه. هذاك الباش عند هنا، فهمتين باش عتبدا يا مي طامو؟ نبدا بالبيض ونوص. من بعد البيضة ومي طامو نزيدو السنيدة، نزيدو كاس ونص الزيت، غتحاكي بيدك أمي طامو؟ جوج معالق ديال العسل، عامرين كبار، عامرين. مليحة ولا بدا ساهلين هاد لي كاليط، ما فيهمش شي حاجة بالنسبة لهادشي اللي المكونات كلهم تيقدروا تكونوا متواجدين عند الناس يعني دائما في الدار، كيكون هادشي واجد وزوينين هكا. حنا دايرينهم دابا الفطور العيد ان شاء الله. مي طامو بان ليا داكشي صافي تجمع. يعني تزيدي غير بشوي بشوي وتتشوف. يعني كيلو تيكون فيه 8 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، حنا غنشوفوا شحال غندخلوا. واصلا عمروا الناس القوام ديال العجينه كيفاش غيكون، لان كاين الدقيق اللي تيشرب، كاين الدقيق اللي ما تيشربش على حسب الجوده ديال الدقيق. كاين اللي كيشرب في الدنيا. مي طامو بديتي تتاخديها هكا غير هكذا صغيوره هكا صغيوره كتقرصها شويه في يدك شي شويه صافي وتتحطيها. ها هما هنايا كيفاش السمك راه تيبان لكم قداش غير شويه. المساعده تاع مي طامو بينت لينا هكذاك، عرفتي تيجيو غير صغيورين وحدين وزوينين وتيجيو ولداد بزاف. هاد غيتزوق القهوه صافي. خليك امي طامو تكملي، غنرجعو من بغو نعملو ليهم نسكافي مع البيض باش يشوفو معنا المشاهدين. امي طامو ساليتي، بديتي دابا تدهني بالبيض اللي خلطتي مع نسكافي، صافي تبدا تدهنيهم دابا كاملين. وقلتي لي امي طامو ما تحتاجو لا يخمو ولا والو، مباشره دابا عندوزوهم الفران يطيبو، يعني راه ساهلين ماهلين بامكانكم تجربوهم. كتوجد دغيا كتوجد هي، ما فيها حتى شي عاده، ما فيها والو، كل شيء عندك يكون عندك البيض، عندك السنيده، عندك الزيت، كل شيء كيكون موجود في الدار، كاين كل شيء موجود، وما تتخمى ما والو، يعني راه دغيا تتحضر. تحضر هذيك الساعه، كترمي هذيك الساعه صافي توجد. صافي عاد تكملي يا امي طامو، عاد نرجع معاك لان قلتي لي عاد ديري لها شي زويقه. مطامو من بعد ما درتي هذا تتشرفتي بالفوركشيت، كتجي فيها الزويقه زوينه باش تجي فيها الزويقه.
صافي عندكم لي ميطامو بحال هكا طبعا ندخلوها الفرن عن نرجعوا من المشاهدين الطبق النهائي ان شاء الله. ميطامو دخلتيها الفرن دابا كنشعلوا الفران الفوق والتحت كما اللي كندخلوا الطاوه كتشعلوها لتحت نطفوا الفوقين كطيب انا مهلها كتجي زوينه والعافيه مهيله مهيله ماشي مجهده تحرق من تحت طيب من تحت عاد ديك الساعه نخلوها شويه تتحمر من الفوق من بعد صافي نرجعوا مع المشاهدين. ميطامو تبارك الله عليك اللي قالت جاو فنين وغزيولين ومحمرين وساهلين في ربع ساعة يمكن لنا نحضروهم. الله يعطيك الصحة ميطامو جربوهم راه ساهلين ما فيهمش حتى شي واعر ما كاينه ماشي في الدار موجود. تحولي لنا شي وحيدة ميطامو؟ ان شاء الله بسم الله. رائعين هكا الفطور الفطور ديال الفطور العيد ان شاء الله الصحة والراحة الله يعطيك الصحة باش تعيدوا تعاودوا ان شاء الله يا امين يا رب علينا البالية امين يا ربي ميطامو الله يطول لنا في عمرك ثاني يا الحمد لله يا ربي. إذا حبيباتي وصلنا لآخر فيديو نتمنى يعجبكم لي قاليتو عن ميطامو وتجاوبوهم ما تنساوش دائما تعملوا اشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.